بعد ساحات التظاهر عجت الأسواق العراقية بالمنتجات والسلع والبضائع الوطنية بأسعار تفضيلية بهدف تشجيع المستهلكين على الإقبال عليها والتعرف على الجودة التي تتمتع بها تلك المنتجات إذا ما تم مقارنتها بالمنتجات الأخرى المستوردة من البلدان المختلفة. العراقيون في كل مكان دعوا إلى دعم المنتج الوطني لتحريك عجلة الصناعة العراقية التي تضررت بسبب هيمنة المنتجات الأجنبية. نشجع يفتحون المعامل اللي انسدت من 2003 ولحد هسه، نشجع يستغلون الشباب هاي اللي يعني عاطلين عن العمل، والانتاج الوطني ماك احسن من عدش، ما يكون الانتاج الوطني احسن من اي انتاج، ولازم يستغل الى ما تبقى المعامل مسدوده والشباب قاعدين يعني عن العمل، ولازم يستغل هذا الشيء. احنا كمواطنين ندعم نحاول أن قدر الإمكان أنه نشتري المنتج الوطني، على اعتبار أنه أولاً هم تشجيع المنتج الوطني، بعدين هذا الموضوع راح يكون دعم للعامل قتلاً للبطالة اللي موجودة داخل البلد. آخرون أكدوا أن هذا هو الوقت المناسب لدعم المنتج تمهيداً لعودة المصانع والشركات، كما أنه سيخلق فرص عمل لآلاف الشباب العاطلين عن العمل. أكيد إحنا ندعم المنتوج الوطني، يعني إحنا مسوين حملة خصوصاً بعد الأحداث اللي إحنا دنواجهها هسه، لازم ندعم كوزير، كمدير عام، كمسؤولة شعبة، كمدير قسم، أكيد ندعم المنتوج الوطني، لازم، لأن هذا أولاً راح رد على اللي احنا دنواجه، على اللي اولادنا ديشوفوا، على احنا الموظفين اللي دنعاني من خلل بالمنتوج اللي نازعونا عليه، يعني خلونا نقول هيجي على اساسه، فلازم ادعم المنتج الوطني. وتعد مبادرة تشجيع المنتج الوطني التي أطلقها المحتجون استمرارا للجهود الرامية إلى فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ودعم التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية وتعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.